بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو ان شاء الله سنشاهد كيف تيستور امبول، يعني كيف قياس يعني هذا اللمبة، يعني هنا زائد ريزيستانس مقاومة 1 كيلو اوم، ثم هنا يعني بيل يعني لاباتري يعني الشاحن 9 فولت 9 فولت، هنا زائد تذهب الى ريزيستانس 1 كيلو اوم، ثم الى ريز زائد الليد، ثم الى اللمبه امبول ا تيست، يعني لمبه لقياسها، ثم ناقص للشاحن 9 فولت، ستذهب الى هاد اللمبه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفه يعني تيست، يعني هنا كم، هنا 20 ميلي امبير، هنا يعني زائد، وهنا الكوما زائد، هنا اعطتنا 15.3 يعني 15.3 ميلي اوم، هنا يعني زائد للمتر سيذهب الى ريجن الليد، ثم من رجل الليد سيذهب الى المقاومة يعني ريزيستانس، ثم رجل الليد الى زائد الباتري 9 فولت يعني 9 فولت، ورجل الكوما ستذهب الى الرجل يعني ناقص للشاحن. هكذا يتم مقياس يعني هذا الليد. اعطتنا هنا 15 ميلي امبير هكذا، رجل زائد لي هنا في 20 ميلي امبير، اعطتنا 15.3 ميلي امبير، رجل زائد تذهب الى رجل هذا الليد، ورجل ناقص مثل ستذهب الى ناقص للباتري يعني الشاحن 9 فولت، ثم الرجل الاخرى للريزيستون ستذهب الى مع رجل الليد، ثم الرجل، ثم زائد بلس للباتري الشاحن سيذهب الى الجسم المقاوم. هكذا يتم قياس يعني الليد في السيركوي يعني الكترونيك.